السلام عليكم، معكم حسان في لعبة ميديفل داينستي. قبل ما نبدأ لا تنسوا اشتراككم في القناة وحط لايك على عليكم مقطع. ليتس جو. أنا ليش بديت هنا؟ شو السالفة؟ وهذا ليش جوا الطاولة ناشب؟ طيب الآن عندنا ستوري ميشن. نكلم آلوين. وين آلوين؟ آلوين الظاهر تحت هنا، هو نفسه حق الارشري، ظاهر لازم عنده مهمة يعني نسويها. بس قبل ما نسويها في هذا خلينا نشوف ايش عنده. يبغى فاس، اوكي اقدر اعطيه لي معي. اوكي كم يبغى؟ واحد ان شاء الله، واحد بس تكفى. قل واحد يبغى اثنين. ليش اثنين؟ شو السالفة؟ طيب مو مشكلة، راح يعطيني ريبيتيشن. في هنا اول دراجز، هذا وش شيء؟ هذه اللي تبغى فلاكس، ما ادري وش سالفتها، ما ادري من جيبها. وهذا هذا الظاهر تبعنا في ال، الا هذا عندنا في القرية صح؟ هذا يبغاني اقطع 10 اشجار او اقص 10 اشجار، راح يعطيني 30 ريبيتيشن. هذه لازم اسويها، بسويها وبسوي نيو اكس. خلني اخلص هذا نيو اكس. ايش يبغى؟ ايش ناقصني؟ 5. اوكي ايزي. الحين بسويها على الدزة. قبل ما اروح بدي اشيك على وضع الشبيبة اللي هنا. اوكي ماتيلدا، هلا والله، هلا يا ماتيلدا. اوكي اوه 10 ماتيلدا هنا، 10 في الوركشوب و10 في الصيد. اوه والله عندها سكيلز مره عاليه. خلينا نخليها في الكرافتنج، ولا تدرون بخليها تصيد، لان الظاهر الى الان ما افتحوا حقه ال. طيب في الثاني هذا ايش عنده؟ ماين، والله عنده مايننج 3. ودي لازم ابني حق المايننج، لازم ابنيه مره. خليه يجمع لنا حصى وكذا وحديد يمكن. اوكي عطناه. في واحد ثاني عنده مهم، ما ادري وينه هذاك. او هذه اوكي، ايش تبي؟ هذه اللي تبغاني اجيب لها الفلاسك، ما ادري ايش اسمها. وينها هذه الاولد دراجز؟ فلاكس، من اجيب فلاكس؟ وش هو الفلاكس؟ انا عندي هلا والله. وش عندك؟ اي يبغاني اصيد، ذكرت يبغاني اجيب اصيد دب خلال 8 ساعات، ذكرت المهمه ذي. قبل ما نبدا احتاج رمح، لازم اجيب رمح، فما عندي رمح انا الان، فبحطب. اي اوكي يبغى لي ستيكس، بس بحطب بجمع، لان في تايمر هو بيبدا على طول اول ما اوافق على المهمه، فلازم احطب اول، اجيب الرمح بعدين اقبل المهمه حقته. يقول لي تقدر تلقى في الساوث ايست، نفس المكان الظاهر كنا فيه. يقول they like to settle in caves، يعني يدخلون جوا الكهوف. ممكن لا يكون ذاك اللي كنت ادوره الحلقه الماضيه اللي في الكهف هذا، لا يكون دخل الكهف وانا ما ادري. يعني والله الظاهر كان داخل الكهف وانا قاعد ادور عليه. طيب خل نروح الساوث ايست هنا، هذه منطقه ثانيه. هذه المنطقه، مو هذه، معلش انا لخبطت. هنا كنت اقصد مكان الماء هنا، ضار هذا ولا ذا. اذا بنروح هناك ان شاء الله نلقى. وراح يعطيني 400 كوين ولونج بو، اللي انا معي لونج بو، لا بو عادي، ضار حقه قوي مره، فشيء كويس يعني. بس ما راح يعطيني للاسف ريبيتيشن. بس ما في تايمر، انا كان اذكر قريت خلال 8 ساعات او شيء زي كذا. والله زي هذا المكان كله حصى، يبي لي ابني فيها حق المنجم وكذا، يجي واحد يجمع لي حجر هنا. اتوقع راح يجيب لي فلوس مره كثير. والله المكان بعيد يا عيال مره، يا ريت الورع ذا خلاني متر الديره. اشوف في ستيم ناس كثير قاعد يكتبون تعليقات يقولون حطوا فاست ترافل، حطوا احصنه، اي شيء زبده. العالم قاعده تمتر وتشتكي مو بس الحالي. والله لازم يضيفونها مره. اوكي اشم ريحة دب، اشم قريب، اشم، شوف يطلع لي ثور ما يدخل، زبد اني اشم ريحة فرو. الا قربت الريحة. وينه؟ هذه ترى حاسة الصيد. لا مو ابغى زعل، انا قلنا دب يا شباب. احيانا يعني تلتمس علي الروائح، فيعني مشوها. شفت الثور؟ قايل لكم في ريحة بس ما ادري وش هي. طيب وين هذا الدب يا ليل؟ الريحة كل ما لا تقرب يا عيال. الا بس متأكد انا الان
في دب متأكد. ما قلت لكم يا عيال، ما قلت لك أنا حاستي ما تخيب ما تخيب. تعال كم هير بابي، كم هير بابي. الله بشل عدوك. بسم الله يا شطفة. تعال ما قاعد تجي. يا الحول يا الله ينكب عدوك، الله ينكب عدوك. ايوه ايوه لا لوح زياده. يا عيال خلصتني معي، يا عيال خلصت. ان شاء الله انه مو بسريع عشواء. بسرعه 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 بسرعه. كم هير بابي، كم هير بابي. تعال ايش فيك، تعبت ابلع. شوف يده يا عيال. يا عمري ما عاد صار يقدر يمشي من التعب. يا عيال خلصت السبيرز. بدي اخذ من راسه. اي والله اقدر اخذ. يا حياتي الرحم يا عيال. والله هو صامل، والله هو صامل. عي يموت يا حبيبي يا الصملة. اوكي قضينا المهمة. توك تو ادمن. اوكي بما ان قضيت المهمة خلاص اكملناها، بس باقي لازم كلمة. فظهر عادي لو أتأخر الآن يعني، فودي أروح لما القرية هذه. This one. Yes sir. طب خلينا نفضي الشنطة. إيه الحمد لله على السلامة وصلنا. خلينا نشوف هنا ظهر مهمة الأكس صح؟ هنا بعد في واحد يبغى أكس كان إذا ما خاب ظني. إذا ما خاب ظني. هلا والله. في حيوانات يقول يبغاني أقتلهم. منهم؟ وش نوعهم طيب؟ ها؟ الو انيمال اوفر كراودنج يعني زحمه ال يبغى نقتل يا ارانب يا شو اسمهم غزلان. 9 بيعطيني ستون ايرو ميت وذ جريفي ومدريس. بيعطيني ريبيتيشن هذا مش شيء. طيب خلينا نبيع المعيمه اغراض مره واجد مره واجد. تعال 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 ببيع له كل الجلد اللي عندي ولا مو كله. أبيع 14 وأبيع الفرو وبس لأنهم ثقلين علي مرة مرة. طيب خلينا نقتل نجلدهم جلد ونجي ناخذ الريبيتيشن حقنا يا أبوي. وين الأرانب وين الغزلان؟ هنا الأرانب، هنا الغزلان متأكد. بس الأرانب ترى أسهل، طقة واحدة يموتون. والله غش، والله غش. شلون دي ما سكت فراسه تو؟ يا عيال ما سكت فراسه. شو؟ سكت فراسه. يلا يلا بنطت هي بس عادي. في تو واحد كان ينحاش بس وينه ما ادري. وش ذاك؟ هذاك ثور ها؟ اي لا لا ثور. ما نبيه. كم هي بابي؟ يا سرعك. يا سرعك ريلاكس يا ابوي. ها الله هذول السريعين. خلاص ما بيك انقلع ورع. والله يفك سبرنت ما تشوف الاخباره. كيف يقول في زحمه ما في حد. ما في حد، ما في ولا حيوان. والله ودي احط مصيده ترانب. تقعد اذا حطيت مصيده تحسب لي. خلينا نجرب احطها هنا بعيد. مشكله قريه قريبه مره. اوكي خلينا نشوف الحين كم ذا بعده. واحد بس الظاهر انقلب. الفقر وينها؟ يا بس واحد. طيب نشوف بتزيد ولا لا. والله ما في ولا حيوان حولهم. اوكي اسحب عليهم. ابوكم وابو مهمتكم الخايسه. ما ابي ال 15 ريبيتيشن، وفرها في جيبك. انا عندي فضيله، انا قاعد اطارد وراهم. ممكن تحسب لي اذا ذبحت هنا مكان بعيد عن القريه. ترى ممكن يحسب لي والله اذا شفت غزال ولا ارنب. خلني اصيده. هلا ادمن ايش عندك؟ ها هلا والله. اوه اعطاني البو حقه. يو عطاني البوع حقه. خلاص برجع للحقول ولا هذه، برجع مزارع. ايش في ذا زعل؟ ايش ذا الدلوعي ذا؟ انقلع يا شيخ البكايه. الله العظيم هلا بالبو. هاي ورونا البو هذا. اوكي خلينا نحطه مكان هذا. اوكي والله ما ادري نجربه بعدين. بس الحين خلينا نروح، انا بشوف شيء في القريه. اتوقع
المزارعين عندي مو قادرين يزرعون لأن لسه فيه هذا شو اسمونه أعشاب قديمة يعني ما شلتها في الفيلد. وينها؟ وين مزرعتي أنا؟ إيه؟ لا والله زرعوها، شوفوا حطوا بذور يا عيال. نايس. هنا وين اللي كانت هنا؟ قطفوها؟ الظاهر قطفوها. والله صح، والله صح عليهم. خلينا نشوف هل حطوا هنا الفواكه الأكل يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. شو عندك؟ اوكي شرفنا مع واجد، خلاص انقلع. شوفوا جمعوا لي شيء. لحم 52 بس هذه الظاهر انا حاطهم. لوجز 79 لوجز يا عيال، اقدر ابني مره كثير. سترو هذه انا حاطهم، ممكن القى اكل هناك في الفود ستوريج مو هنا. شو الخطه؟ هل ابني بيت؟ خلينا نبني بيت. نكلم ماتيلدا نقول لها ان جاهزين نجيب بيبي. هلا والله. اوه اقدر اقول لها ابغى اسوي ريست للتالنت حقي اعيده. اوكي واقدر اخليها تعالج الجروح لو عندي جروح وكذا. نايس. وهنا اقول يلا جاهزين للبيبي. اوكي قال خلاص يعني حتى انا بعد مستعده. طيب خلنا نسولف معها شوي. اوكي سولفنا معها، نايس انبسطتي. يلا بسم الله. بيريز جمعوا لي بيريز. حلو ويت هذا القمح اللي كان عندنا. والله جمعوا القمح، انا حسبه ذبل يعني لان انتهى الموسم. الظهر جمعوه وبيتروت بعد جمع. يا الله حلو، اقدر اسوي فيه سترو اللي اروح اجمعه، واقدر اسوي فيه ويت اللي هو ظاهر قمح. والله ما ادري ويت جرين اللي هو حبوب القمح اتوقع، والله ما ادري ما متاكد. زبده انه مره كويس، اقدر الحين اشتغل فيه هناك اتوقع في البارن اصلح فيه اشياء. خلينا نحط اللحم حقي معي مره واجد. قاعدين ياكلون البيريز ما قاعدين ياكلون اللحم. شوفون البيريز اللي قاعده هم يتغذون على البيريز حاليا لانه ما في ولا لحم مطبوخ. فكويس والله نايس. خليني باخذ القمح بشوف ايش اقدر اسوي فيه في البار، اتوقع بيفيدني مره. ممكن اسوي فيه طبخات، وخلنا ناخذ البيتروت بعد اسوي كذا اكل في القدر اللي عندي في البيت. هذه الظاهر اسوي فيها ويت جرين، هذه لازم اتعلمها. طيب وينها في سكيلز؟ هنا في التكنولوجي هي الظاهر. هنا بار فلاور اقدر اسوي الدقيق. حلو خلنا نتعلم هذه. طيب اوكي هذا الدقيق هذا عشان اسويه احتاج ويت جرين، وانا تو تعلمت الحين يسمح لي اسوي هذا، بس لازم الويت جرين. شو نسوي الويت جرين هنا؟ انيمال فيرتلايزر. هاني فيرتلايزر اوه حلو. السالفة وش ذا هنا في الارض اسويه؟ شو السالفة؟ اوكي خلنا نسويه كامل. والله ايش قاعد اسوي؟ انا ظلام ما اشوف شيء، قاعد يخبط في الارض. وات؟ شوف يعطيني سترو ويت، سترو ويت، سترو ويت، مره حلو. يعني الحين اقدر استفيد من هذا كويس. طيب ونسوي فلاور اللي هو الدقيق. كل خمسه تسوي لي واحد، وات ذا هيك؟ فلاور هذا هو. كل خمسه تسوي لي واحد، ليه؟ مره مكلف. وش اسوي في الدقيق الحين؟ والله ما ادري. والله ما ادري. I don't know. خروح يمكن نقدر اطبخ فيه بعدين، بس خلينا نشوف هنا. بحط الخرابيط اللي معي سترو. حلو 11 قمح اعطتني 11 سترو. نمت الحين خليني اشوف بس هنا بيتروت اقدر اسوي. اوكي ولا يطلب لحم مطبوخ، لحم عادي ني. خلينا نصلحها. ما في طبخه تطلب الدقيق اللي معي. غريبة. أجل شوية ذاتها. الآن أبني بيت سمبل هاوس، بس مشكلة المنطقة اللي أنا فيها تعرفون خايسة كلها كذا جبال، يعني ما مو جبال مرتفعات، فما مو راضي يشبك. أيوه بس أخيراً أخيراً ما أدري إيش كثر أنا فرحان. أخ وين حقة البناء؟
مطرقة البناء يا ليل. بسرعة. في ستكس أنا قد رميتها في أول أو ثاني حلقة الظاهر. هذه شوفونا، هذه ظاهر 30 ستكس، 30 شيء زي كذا، 26 يا حبيبي. الله يدني أسرع مرة أبني فيها بيت. بس باقي لي الستكس، ما عندي ستكس. الظاهر خلاص حطينا كل شيء، اللوجز كلها حطيناها، باقي بس ستكس و وسترو. طيب أخذت لوجز زيادة، بدي أبني بيت زيادة. خلنا نجي هنا، طب ما أخلص من هذاك لسه، بس أبني بيت هنا عند النهر. خلنا نحطها هنا ورا، يا خلنا نحطها كذا كذا، حلو مرة. أوكي يب خلصنا، باقي البيت هذاك هناك شوفونا، وبعدها بنطرق للقرية اللي جنبنا، بشوف في ناس يجون، في نفس الوقت بشوف الله إذا في مهمات أسويها، يعني ترزق نجمع ناس زيادة. يعني ما أدري هل أحتاج ناس زيادة أصلا، ما أدري وش أشغلهم صراحة، يمكن أبني لي أشياء زيادة. إيه صح، أنا أقدر أبني حق البار هذا، المكان يشربون فيه ويسحبون فيه، لازم أبني لي واحد وخليهم يجون. حلو خلاص قضينا بيتين الآن، يعني أقدر أجيب أربعة أتوقع أو أكثر. كم بيت عندي هنا؟ البيوت عندي هذا، هذه يمدينا أجيب أربعة الظاهر، هذا ما أدري أقدر أجيب فيه واحد ثالث، إذا في ثالث فإذا أجيب ثالث فأقدر أجيب خمسة. نو فود يقولون، يا حبيبي وش هذا نوت بيلت، وش ده؟ ويت 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 ويت، تو طلع لي هنا مكتوب هذا نوت بيلت، وينه؟ شو نوت بيلت يعني؟ كيف ساكنين فيه وهو منبنى؟ تستهبلون يا عيال، هذا منبنى؟ وات؟ اصبر اصبر، اي والله منبنى، شو السالفة؟ شلون ساكن فيه طيب؟ ها؟ شلون ساكن فيه؟ اللعبة كل ما لها تصدمني صراحة. والله كل ما لها تصدمني. طب ورا ما تجمع معي خشب من توجهك، قاعد في بيت بدون جدران، الله يقلع بالغباء. يلا خلنا نحطب، أصلا عندي مهمة الحطب وكذا، تجمعي خشب. تيس والله أنه تيس، شوف قاعد يعني قاعد والله صدق، شوف يعني قلت بدي لخ كف. يا اخي ايش جوك تاكل في ذا البيت؟ ايش جوك؟ اوكي انبنى خلاص. يا نو فود، يو جايعين عيال الذين، انا لله انا لله. هذا خلينا نغير شغلتها، بخليها تجمع بدل ما توفتي. يا بخليها تجمع، اقول اجي هنا ويصير قادر. اوكي الحين هذا راح يجمع، وانا بشوي لحم على يعني كذا مره واحده، بياخذ وقت مره طويل مني بس اتس اوكي. اوكي كفايه سميثي، اقدر اسوي سميثي الحين. اي الو، اقدر اسوي سميثي الحين. حلو خلني فود ستوري، خلني احط فيه اللحم، خلني احط فيه اللحم لين يموتون جوع. حطه كله يا حبيبي. اوكي الان بتزين نفسيات شوي، خلني ابني حق السمك. يا اخي مشكله لازم انا اشوي، مشوار اشوي والله، مشوار قاعد اشوي لهم دول، بس ودي ابني حق السمك. خلينا نشوف شلون اتعلمه تكنولوجي هنا. هانتنج لوج، هذا بير تراب، هذا العصافير. اوه هذا حلو، يعطيني ريش ولحم يعني، بس لا ما ابغى. احتاج سرفايفل بس 480، ايزي صح، اقدر اصيد وكذا وخلاص. أوجي هنا وأقول سيرفايفر نوليدج، هنا يزيد لي النوليدج وخلاص. معليش والله ضيعت النقطة في هذه، هذه تخلي السمنة تنقصك أقل. هذه أهم والله من الصيد. عندي شيء ثاني أقدر أبنيها، ما يحتاج أبني إلا مسكت سدون سمك يعني، مسكت لا إله إلا الله. لا لا تعال هنا خلينا ندور فود ستورج. لا وينها؟ إكسكافيشن شد، هذه لازم أبنيها، بس مو هي أبغاها الحين. وينها؟ أيوه هذه هذه تافرن. أوكي 10 لوجز يبغى، ايزي ايزي جدا. طيب قبل ما ابنيها بروح للقريه اللي جنبنا هنا، خلينا نشوف ايش وضعهم، في مهمات وفيه اتوقع في بشر اقدر اجيبهم.
اوكي اوكي في هنا ثلاثه يبغوا ما عندهم سكن. خلينا نشوف الرجال. اوكي اقدر اجيبه. اوكي بيجي بيجي حلو. هذه بقي لي واحد جبناها. باقي هذه يا رب جبناها يا عيال. جبنا ثلاثه يا الله. هنا في مهمه خلينا نشوفها. يبغى مشروم واعشاب. اوكي ابشر. وش تبي اي نوع؟ وينه مشروم تريتمنت؟ يبغى فلاي اجيريك مشروم وبوليت هذا منين اجيب هذي؟ وش الطلبات الصعبه ذي؟ اوكي هنا في مشروم. هذا وش اسمه؟ بس مشروم كذا عادي. بتر بوليت يحسب بوليت ما ادري ما ادري اسمه امه. اوكي في بوليت وفي بتر بوليت. لا تسالوني ايش الفرق. هذا فلاي اوه حلو. هذا واحد هذا اثنين. الله يقول لك ما يمديك تطلع هنا في الحديقه تقعد تجمع قريبه من بيتك يا ورع. هذه اخرة عمري. انا الحين عايش في قريه معي ناس يشتغلون لي خدم. مو خدم لا لا يكرمون بس انه يعني معي ناس اقعد ارنب ارنب. خلينا نجرب البو. لا يكون رميت البو. لا والله ما رميت اشوى. هذا هو يا ورع اطلق صدته. هلا والله سوري بيبي ام سوري. خلينا نشوف حسبت لي القتله ولا لازم اكون قريب من هذريك. اي والله حسبت لي. اوكي حمار هو ما يدري انه اهم شيء يجيب له الراس وخلاص. طيب المهمه دي خلصتها ولا بكم باقي لي مشروم؟ خلصتها الظاهر. يب خلصتها. في مهمه بعد ثانيه هنا جنب الظاهر. خلنا نسلم هذا الحين. 30 ريبيتيشن حلو. اه جان البيلدنج هات الحين فيشنج هات قصدي اقدر اسويه الحين. على طول. طيب ايش تبي؟ يبغاني اذبح حيوانات بس وش النوع؟ يبغاني استنى لليل بعدين بيجون حيوانات الظهر اقتلهم. اوكي خلنا نصبر. صح؟ كذا المهمة؟ خلنا نحطها في هذا ويت فور ذا نكست ايفنينج. طيب شوف هذه على اليمين الحين. اول ما يجي الوقت راح يكون موجود انا يعني. طيب دامنا قاعدين كذا ورا ما قد احطب عشان نسوي مهمة هذه خوينا. على طاريها وش بتعطينا هي؟ اي بيعطيني ريبيتيشن. هلا والله. ايوه خلصتها هذه اخر شجرة. اوكي حلو. طيب يا ابو الشباب مهمتك طولت مرة. ايوه يبغاني اصيد. ليش طالع لي بير مرتين؟ يا ذياب يا خنازير كرمتهم يا دببة. اوه في وقت بعد حلوين. ليه كانوا يجون عندهم في القرية؟ هو قال انهم في الليل يجون يطبون علينا في القرية يعني يزعجون يضايقون الحيوانات. بس ما في احد. يعني يبغاني اطلع حومي كذا في الغابة ادور حيوانات اقتلها. يا والله انه وسخ ذا. طيب اسمعوا دام السالفة كذا خلينا نوجه للبرانيكا هذه وندور على طريقنا شيء نقتله. واذا وصلنا هناك نكلم الهوملس نقول لاحد منهم يجي معنا. احنا نبغى نجيب ناس زيادة. تراكر اخيرا اقدر الحين اشوف خطواتهم الظاهر. اي الحين تعلمتها. اثر يمديني اتعلمها كل ذا الوقت. في شيء هناك. هذا وشو ذا؟ هذا خنزير. بسم الله. اوكي ما جته. يا الكلب. ايوه مات. كذا ما بي لحمك. هنا في واحد ثاني. اوه والله ذي حلوه فكت لي ازمه يا عيال. خنازير واجد يا عيال. تراني ما اشوف. ان شاء الله جته. خلاص الازم. مات. حلو وين خويه؟ والله يا حلوه ذي يا عيال. بسم الله ابلع يا عيال. والله قادحه. طيب باقي لنا اثنين بس. والله قادحه ذي مره. يوه ليتني ادري عنها من قبل. اوكي مداها ما هو بعيد بس انها مره حلوه والله خصوصا في الليل تفك ازمه مره.
والحلو مديني اطلق اصوب اطلق وانا ضاغط على المود هذا اللي هو على الت. اوكي خلينا نشوف الهوملس هذول هنا شو وضعهم. اوه هذا 70 جاهز ذا. لازم ريبيتيشن 1000 يعني لو نخلص المهمه هذه الظاهر راح يجيب 2000 مو 1000 بعد. طب خلينا نرجع ايه خلينا نرجع لهم كذا وفي الطريق احنا راجعين ندور. ايوه هذا واحد منحاش يا حياتي. تعال تعال طلقه واحده بس لا تخاف كثيرين. بسم الله يا ورع لا تفك انا ابو الحواله. اوكي باقي واحد. بسم الله يا تبن انت ايش دخلك انت؟ انا طالق على خويك انت ايش دخلك؟ اوه علقت. اوكي جرته. عطني سهمك بسرعه خويك بيجي. اوه شت ما عندي اسهم. عندي رمح نايس ولا عندي رمح. خذ لك واسمع عطني اللي بيعالج فيك. والله اخذته. لا والله ما اخذته، اخذته مكسور. الله يقلع ابو الغباء. اصبر لا والله عندي هذا. معلش بس ما لما اخذ اسهم من الارض ما تروح على طول، ما اقدر استخدمها على طول، لازم افتح الانفنتوري بعدين احطهم زي كذا، مشوار الزبده. الحين بكلم هذا، الظاهر انه بيعطيني 30 ريبيتيشن، ما شيكتل الان. اذا اعطاني 30 يا حبيبي بصير اقدر اجيب ناس مره كثير. هذا خوينا اعطاني 15. يا ورع يا ورع، يعني باقي لي 5 بس على على الداينستي ريبيتيشن. طيب يبديني عندي في البيت في واحد مخلص له اللي خلص له تو حقت الحطب وكذا، لو اسلم له المهمه الظاهر راح اوصلها خلاص. كنت اشوف شيء على في ناس في المويه يا عيال، في ناس في المويه. وات شو عندهم دول؟ تعال اللعبة مبققة يا عيال. والله اللعبة مو مبققة اللي بعده. شوفهم بالموية. اوه هذول اللي قلت لهم يجوني 3 قاعدين يسبحون من ذاك الوقت عشان يجون البيت. والله صراحة انا شكل مبنينهم بيت خاص، مبنينهم قصر. يا حياتي الله. والله اثر اللعبه مشوار، يطقون كعابي اذا قلت لهم تعالوا لي. والله يا مشوار وين راعي المهمه؟ يال وين اختفت المهمه؟ انا سلمتها ما سلمتها. والله ماني فاهم، والله ماني فاهم. المهم علينا. والله قهر كان، بس احتاج هذه عشان خلاص اجيب الخمسه ريبيتيشن. خل شوف يمكننا في القريه الثانيه، يمكننا في القريه الثانيه، الظاهر في القريه الثانيه صح؟ الظاهر في القرية الثانية. يمكن ملخبط بس. نوب ما في مشكلة، ما في مهام، ما في الا هناك وحدة وبعيدة مرة. والله يخسون. بدري عليهم. عجبني مستعجل عليها، بصبر. يمكن تجيني مهمة بكرة شيء. الآن يمكن بس ابني ال مو الآن. لا. بخليها الحلقة الجاية. ابني الفيشنج هات. وببني كم شيء كذا زياده عشان نشغل الناس، نشوف ايش نقدر نبني وايش ما نقدر. اي صح التافرن اللي هو البار نبني برضو. فتوقع كذا كفايه اليوم، يعني سوينا شيء واجد. فان شاء الله انكم استمتعتم، لا تنسوا تشتركوا بالقناه وحطوا لايك اذا عجبكم المقطع. سلام.